مجموعة من الأخبار والتقارير المتنوعة. نبدأ جولتنا من موقعنا موقع صدى البلد. زيادة التبادل التجاري والاستثمارات أهم رسائل الرئيس السيسي خلال القمة المصرية الفرنسية. حملت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع الفرنسي مانويل ماكرون عقب انتهاء مباحثاتهما العديدة من الرسائل. وقال الرئيس السيسي إن المحادثات مع الرئيس ماكرون اتسمت بالصراحة والشفافية وعكست مدى تقارب وجهات النظر بيننا حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية، حيث استعرض وبصورة تفصيلية كافة أواصر التعاون خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين بلدينا والتي شهدت كذلك قوة دفع واضحة في السنوات الأخيرة. وأكمل الرئيس: في هذا الإطار اتفقنا على أهمية العمل المشترك نحو زيادة قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر والاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية العملاقة في مصر حاليا، وأكدنا على ضرورة الدفع قدما لزيادة التبادل التجاري بين بلدينا وتحقيق التعاون والتوازن به عبر إتاحة الفرص والمزيد لنفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية خاصة في مجال التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والاتصالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والنقل والصحة والبنية الأساسية. وأكد: على جانب آخر، فلقد كانت المحادثات فرصة هامة لتأكيد ضرورة العمل المشترك لتشجيع نشر قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والحضارات والشعوب ومحاربة ظواهر التطرف والإرهاب وكراهية الآخر والعنصرية بما يساهم في تعزيز الحوار بين أصحاب الأديان والثقافات المختلفة. كما أكدت على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة وأهمية التمييز الكامل بين الإسلام كديانة سماوية عظيمة وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة التي تنتسب اسما للإسلام وتسعى لاستغلاله لتبرير جرائمها الإرهابية. كما تم تداول آخر تطورات مفاوضات سد النهضة والمساعي المصرية الرامية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن للملء والتشغيل يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا. ومن بوابة الأهرام نقرأ: سيراميكا سيكون منافسا قويا بالدوري وتعاقدنا مع لاعبين متميزين. أكد النائب محمد أبو العنين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كيلوباترا أن الفريق سيكون منافسا قويا في الدوري الممتاز بالموسم الجديد، وقال إن اليوم تاريخي لنادي سيراميكا كيلوباترا بتقديم فريقه الأول، وفخور بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس بعدما أكد أن مصر دولة مؤسسات تبني لدولة حديثة وأنه يقف على سند قوي وإصرار لإقامة دولة حديثة شاملة، ورد بشكل واضح وبشفافية على كل وسائل الإعلام العالمية، وأشار إلى أن هناك من يحاولون دائما إيقاف مسيرة التنمية والبناء، ولكن إصرار القيادة المصرية جعلت مصر في المقدمة. ووجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يمثل مصر والعرب والمسلمين بأفضل صورة ممكنة، ودفاعه عن الرسول محمد الكريم كان في القمة وهو قائد له ثقل واحترام ورفع مصر عالميا في يوم تاريخي. ووجه تحية للرياضيين وأبطال مصر واللاعبين السابقين في الفريق لأنهم ساهموا في التأهل للدوري، وكذلك المجموعة الجديدة التي كانت سعيدة وحريصة على التواجد في نادي سيراميكا كليوباترا، مضيفا أن كرة القدم هي الرياضة الأهم والمجال الأهم للاستثمار، وهو استثمار من نوع خاص وحرفي ومبدع. وأوضح أن الشعب المصري ينبض مع كرة القدم وسعيد بأن ناديه ضم مجموعة ممتازة من النجوم الكبار في مختلف المراكز، وتعاقد النادي مع 20 لاعبا جديدا لدعم صفوفه بعناصر غاية في القوة وقادرة على تقديم صورة مميزة للنادي في الدوري. وكشف عن أن مجموعة كليوباترا هي مجموعة متكاملة بها نشاط رياضي وهو النشاط الأحب بالنسبة إليه، وحريص على دعمه بكل قوة وسعيد بالمتابعين والمهتمين بفريقه حديث العهد،
مشددا على أنه يوفر كل الإمكانات للاعبين، والهدف ليس تمثيلا مشرفا وإنما استثمار وجدية وهدف واضح مع تقديم الأخلاق الرياضية ورفع شعار لا للتعصب في جميع المباريات، والفريق يحمل رسالة واضحة يسعى لإظهارها، وهناك مفاجآت سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة. ووجه التحية لهيثم شعبان المدير الفني وأكد أنه مستقبل الإدارة الفنية في مصر، ورفض التعاقد مع مدرب آخر بعد الوصول للدوري وتمسكه بوجوده ويراهن عليه، وموجها الشكر والتقدير والاحترام لمعتز البطاوي المشرف على الكرة الذي يقدم كل ما لديه للفريق وساعده على الوصول للدوري الممتاز، مشيرا إلى أن طارق أبو العنين يبذل مجهودا خرافيا من أجل دعم الفريق ومساعدته على الظهور بأفضل صورة ممكنة وكل الإمكانات متوفرة للفريق. وكشف أبو العنين عن أنه محب ومشجع للنادي الأهلي، ولكنه حاليا يدعم ناديه ويرفع شعار لا للتعصب في الرياضة، موجها التحية لمحمود الخطيب رئيس الأهلي الذي تحدث معه وأكد توفير كل شيء لدعم ناديه حديث العهد بالدوري المصري الممتاز، مشددا على أن اسم ناديه سيراميكا كيلوباترا وليس سيراميكا فقط. وقال طارق أبو العنين نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا إنه فخور بمؤتمر تقديم فريقه الجديد للإعلام قبل انطلاق موسم تاريخي للنادي حديث العهد في الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن النادي تأسس عام 2006 ومنذ ذلك الحين يقاتل من أجل النجاح وتحقيق الإنجاز والتأهل للدوري الممتاز. ووجه التحية لكل لاعب شارك في صفوف سيراميكا كليوباترا منذ إنشائه، ولكل منهم بصمة واضحة على النادي، والتوفيق لم يكن حليفا للنادي في السنوات الماضية، وتم الصعود للممتاز في موسم استثنائي وصعب بسبب فيروس كورونا. وشدد على أنه في جلسة ثلاثية مع هيثم شعبان ومعتز البطاوي تحدثوا عن أهداف النادي ووضعت أمام والده محمد أبو العنين الذي أكد أن الهدف دائما هو أن يكون رقم واحد في كل شيء، ووالده لم يتأخر في دعم الفريق ورسم خطة للتعاقدات والصفقات وتم بناء الفريق بأفضل صورة ممكنة. وأشار إلى أنه تم بناء النادي بصورة محترمة من الشباب، وشاهد فيديوهات ل470 لاعبا لمتابعة أفضلهم واختيار اللاعبين المميزين في مختلف المراكز، وكل من اختارهم المدير الفني هيثم شعبان تم التعاقد معه، والجميع لديه ثقة في الفريق وهدف مرسوم وطموح محدد. وأشاد رئيس النادي بالدور الذي لعبه كل من ارتدى قميص الفريق حتى صعد للدوري الممتاز، مشيرا إلى أن الفريق يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين، ونأمل في احتلال مركز متقدم بجدول المسابقة في الموسم الجديد. وختم أبو العنين حديثه قائلا أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الرياضة والشباب في مصر. وما زلنا في بوابة الأهرام ونقرأ: التعليم تطلق قناة مدرسة اثنين لطلاب الثانوية ومرحلة رياض الأطفال. أعلنت وزارة التربية والتعليم إطلاق القناة الثانية من مجموعة قنوات مدرستنا التعليمية، والتي تقدم برامج تعليمية بإشراف من الوزارة لطلاب المرحلة الثانوية ومراحل التعليم الجديد النسخة الثانية للصف الأول حتى الثالث الابتدائي. تقدم قناة مدرستنا اثنين عبر التردد 122.06 الاستقطاب رأسي معدل ترميز 27500 محتوى تعليميا للمرحلة الثانوية يشرح كيفية فهم نواتج التعلم من خلال استخدام منصة بنك المعرفة المصري المختلفة، وكذلك للتعرف على أنماط الأسئلة الجديدة، بالإضافة إلى برامج تعليمية لأولياء أمور الطلاب في نظام التعليم الجديد النسخة الثانية من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي كي يتمكنوا من توجيه أبنائهم في المنزل.
وتستهدف القناة طلاب المرحلة الثانوية، لذلك تختلف فلسفة البرامج المقدمة لتخاطب احتياجات هذه الفئة العمرية، والتي تختلف بطبيعة الحال عما يتم تقديمه على القناة الأولى من مجموعة مدرستنا من حصص مباشرة. ومن بوابة الشروق نتابع وزير العدل أقصى رسم للشهر العقاري عند تسجيل الملكية 2000 جنيه، حيث قال عمر مروان وزير العدل إن هناك أكثر من 90 مكتبا توثيقيا بالبريد موجودة في القرى نافيا إهمال قرى الصعيد. وأضاف مروان أن مكاتب البريد منتشرة على مستوى قرى المحافظات، ذاكرا أن بها حدا أدنى من البنية التحتية التكنولوجية. وأشار إلى وجود حوالي 95% من عقارات مصر غير مسجلة، مرجعا ذلك إلى تعقيد الإجراءات وليس ارتفاع التكاليف. وأوضح أن أقصى رسم تحصله مكاتب الشهر العقاري عند تسجيل الملكية يبلغ 2000 جنيه، مضيفا أن التكاليف الأخرى ليس لها أي علاقة بالشهر العقاري. ومن المصري اليوم الصحة، ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا ل 103,703 حالات وخروجهم من المستشفيات. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 200 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة واتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103,703 حالات حتى اليوم. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 415 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وجود 19 حالة جديدة. ويذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو 118,847 حالة، من ضمنهم 103,703 حالات تم شفاؤها و 6,790 حالة وفاة. ومن موقع تحيا مصر الذي يرأس تحريره الزميل عمرو الديب نتابع، استضاف موقع تحيا مصر عددا من نائبات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممن تأكد فوزهم في الانتخابات البرلمانية الجارية، حيث حل كل من مرثا محروس ومارسيل سمير ورشا أبو شقرة ضيوفا في حضور رئيس التحرير عمرو الديب. وقد تطرقت النائبات إلى الملفات الطارئة والمتعلقة بالوضع الاقتصادي المصري وتداعيات أزمة كورونا وقضايا الانتماء والمواطنة والمعطيات الخاصة بسد النهضة في ضوء الاضطرابات الداخلية في إثيوبيا. ورسمت النائبات شكل العلاقة التي ستجمعهم بأعضاء مجلس الشيوخ وكيفية الاستفادة المشتركة بينهم وبين نواب المحافظين الذين تجمعهم كلهم مظلة واحدة وهو الانتماء للتنسيقية. ونفوا في معرض ردهم على أسئلة فريق تحيا مصر وجود أي خلافات أيديولوجية بسبب وجود تيارات واتجاهات مختلفة داخل تجربتهم الشبابية الجديدة. ومن موقع اليوم السابع نقرأ، رئيس هيئة السكك الحديدية يعلن التعاقد على بوابات إلكترونية لمواجهة التزويغ، والأولوية للقاهرة والجيزة وسيدي جابر والإسكندرية بالمرحلة الأولى بسبب الكثافة، والمشروع يتيح الاستفادة من الكمسارية في أعمال أخرى. أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية التعاقد مع شركة مصرية لتركيب بوابات إلكترونية على مداخل ومخارج محطات القاهرة والجيزة وسيدي جابر والإسكندرية لإحكام السيطرة على إيرادات تذاكر القطارات ومواجهة ظاهرة التزويغ من التذاكر، لافتا إلى أن الشركة المصرية متوقع أن تبدأ في تركيب البوابات الإلكترونية مع بداية العام المقبل، وأنه تم اختيار محطات القاهرة والجيزة وسيدي جابر والإسكندرية لتركيب بوابات إلكترونية على مداخل أرصفتها ضمن المرحلة الأولى من مشروع تركيب بوابات إلكترونية
على مداخل ومخارج محطات بالسكك الحديدية باعتبارها الأكثر كثافة على مستوى محطات الجمهورية، مضيفا أن المرحلة الثانية ستشمل تركيب البوابات الإلكترونية على مداخل ومخارج 16 محطة رئيسية بالوجهين القبلي والبحري، على أن يتوالى تركيب مثل هذه البوابات على مداخل ومخارج باقي المحطات، مشيرا إلى أن هذه البوابات ستساهم في إحكام السيطرة على مداخل محطات السكك الحديدية كما الحال في محطات مترو الأنفاق. ولازلنا في موقع اليوم السابع لنقرأ منه: المجالس التصديرية تؤكد المساندة التصديرية تفتح الباب لنفاذ المنتجات للخارج، حيث أشادت المجالس التصديرية بقرارات وزير المالية دكتور محمد معيط حول صرف المساندة التصديرية للشركات التي تقدمت بأوراقها، ومنها 158 شركة مصدرة تقدمت لمبادرة السداد النقدي الفوري للحصول على متأخرات الدعم لدى صندوق تنمية الصادرات، والصندوق يصدر شهادات للشركات المتقدمة لصرف المستحقات المتأخرة مع توقعات صرف الدعم المتأخر ل 500 شركة من البنوك بقيمة 5 مليارات جنيه منتصف ديسمبر. وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن قرارات وزارة المالية بصرف مستحقات المصدرين من رد الأعباء والمساندة التصديرية هي قرارات إيجابية تعطي مؤشرا جيدا للداخل والخارج بأن الحكومة تؤدي التزاماتها مع وجود سياسات مالية مرنة للوقوف إلى جانب الصناعة المحلية ومساعدتها على النفاذ بالمنتج المصري للأسواق العالمية، وموضحا أن هذه المساندة تدعم من وفرة السيولة للمنشآت الصناعية لزيادة إنتاجها وتوفير فرص العمل والتشجيع على زيادة حصة التصدير للخارج. ومن أخبارنا الرياضية نقرأ ومن موقع مصراوي: الكاف يعلن 5 قرارات حاسمة في دوري أبطال إفريقيا. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف 5 قرارات تخص 5 مباريات في الدوري التمهيدي من النسخة الجديدة لدوري أبطال إفريقيا. كاف نشر بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني، حيث أشار خلاله إلى اعتماد تأهل نادي جازيلا التشادي لملاقاة الزمالك في الدورة 32 من المسابقة بعد انسحاب نادي سياف الجيبوتي. وننتقل إلى الشأن العربي والدولي من سكاي نيوز عربية نقرأ: قاد عمليات بغداد، بايدن يختار جنرالا سابقا وزيرا للدفاع. أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن الذي قاد القوات الأمريكية لدخول بغداد عام 2003، وترأس القيادة المركزية سنت كوم ليكون أول وزير دفاع أمريكي من أصول إفريقية. وتفوق الجنرال السابق الذي خاض حربي أفغانستان والعراق والبالغ من العمر 67 عاما على المرشحة المفضلة لهذا المنصب ميشيل فلورنوي والوكيلة السابقة لوزارة الدفاع، وسط ضغوط تمارس على بايدن لترشيح المزيد من الشخصيات من الأقليات لمراكز في إدارته. وذكرت صحيفة بوليتيكو نقلا عن 3 أشخاص على دراية بالمناقشات أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع. ويعد أوستن المولود في أغسطس لعام 1953 القائد 12 للقيادة المركزية الأمريكية، وهو أول أمريكي من أصول إفريقية يتولى هذا المنصب. ونختتم جولتنا من موقع العربية ونقرأ على متنها: 9 بحارة أتراك، الجيش الليبي يحتجز سفينة للتحقيق. أعلن الجيش الليبي احتجازه لسفينة تجارية وإخضاعها للتحقيق والتفتيش بعد دخولها المياه الإقليمية الليبية ومخالفتها للوائح والنظم والقوانين البحرية. وأوضح المتحدث باسم قوات الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان نشره مساء الاثنين اعتراض سفينة شحن تجارية ترفع علم جامايكا وتسمى مبروكة لدخولها المياه الإقليمية الليبية
قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر، مشيرا إلى أنها كانت متجهة صوب ميناء مصراتة في غرب ليبيا. كما تابع أنه تم اعتراض السفينة وجرها لميناء رأس الهلال بعد رفضها الاستجابة للنداء الموجه إليها لمعرفة هويتها، وكذلك داخل المنطقة المحظورة للعمليات العسكرية، مضيفا أن الطاقم العامل عليها يتكون من 9 بحارة أتراك و7 من الجنسية الهندية و1 من أذربيجان، وهي قيد التحقيق لمخالفتها للوائح والنظم والقوانين البحرية. كده تكون انتهت جولتنا في عالم الصحافة. بعد الفاصل لسه أخبارنا وموضوعاتنا مكملة مع حضراتكم. لكم مني كل التحية، ودمتم في أمان الله.